ولتفاصيل أوفى مشاهدينا عن كل هذه التحركات التابعة لقوات النظام في المنطقة ينضم إلينا مباشرة من دار عزة مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم بداية أهلا بك في هذه النافذة الإخبارية مباشرة من هناك. إذن قوات النظام الأنباء تقول أن قوات النظام تستمر بإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى ريفي حلب وإدلب. نرصد تفاصيل هذه الإمدادات العسكرية. نعم مساء الخير. حقيقة اليوم الثالث على التوالي وقوات النظام تدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية للمحاور الشرقية من إدلب والغربية من حلب. هذه التعزيزات بدأت فعلا بالوصول بعضها من مناطق البادية التي كانت فيها قوات النظام قد بدأت عملية عسكرية خلال الأسبوع الماضي تستهدف خلايا لتنظيم الدولة في المنطقة، وبعضها كانت تتواجد في المنطقة أساسا لكن تم سحبها خلال الفترات الماضية من قبل قوات النظام ودفعها باتجاه مناطق أخرى. حالياً التعزيزات وصلت إلى أوتسترات ثراقب بشكل أساسي، بعض هذه التعزيزات وصلت أيضاً للفوي 46، تتواجد أيضاً تعزيزات لقوات النظام في منطقة خان العسل مرصودة، إضافة إلى تعزيزات على محاور ريف حلب الغربي منطقة عنجارة وبصراطون والشيخ عقيل، هذه المنطقة التي كانت تتواجد فيها أيضاً قوات لحزب الله لبنان. يبدو أن إعادة التموضع التي قام بها الحزب دفعت قوات النظام لمحاولة سد الفراغ على هذا المحور الممتد من ريف حلب الغربي باتجاه ريف إدلب الشرقي بشكل أساسي. هناك حقيقة الربط بين هذه التعزيزات وبين ما قام به حزب الله اللبناني الذي كان يتواجد على جبهات غرب حلب وريف إدلب الشرقي من عملية إعادة تموضع. هذا إعادة التموضع كانت قوات حزب الله اللبناني التي تتواجد في المنطقة تسد الفراغ بشكل كامل على محاور المذكورة، فحاليا ربما إعادة التموضع دفع قوات النظام لمحاولة سد هذا الفراغ. وهناك حقيقة أيضا ربط بين ما يتم حاليا الحديث عنه من عملية عسكرية قد تقوم بها الفصائل الموجودة في منطقة إدلب وريف حلب على محاور ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي. النظام خلال الأسبوع الماضي كان له أكثر من تصريح يتحدث فيه بأن هناك نية للفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة للقيام بعملية عسكرية، وهذا ما دفعه لهذا التعزيز، إضافة لرفع جاهزية حاليا على محاور ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي من قبل قوات النظام الموجودة في المنطقة وقيامها بتكثيف القصف خلاف ربما أو على وتيرة أكثر تصاعدا من الفترة الماضية. طيب إبراهيم، سوف نعود إلى هذه النقطة التي تحدثت فيها أنت الآن بأن هنالك أنباء عن معركة يعني سوف تشهدها المنطقة ضد فصائل المعارضة وقوات النظام في ريفي إدلب وحلب. إذن نعود إلى النقطة الأولى التي ذكرتها بأن يعني هذه الاستخدامات من قبل النظام هي من أجل تغطية فراغ واستكمال عدد عسكري بناء على انسحاب الميليشيات الإيرانية من المنطقة. تفاصيل أوفى يعني إن كانت كذلك تتوفر معلومات مؤكدة عن تواجد إيراني في هذه المناطق، وهي تعتبر مناطق يعني مناطق يعني تم الاتفاق دوليا عليها بأنها مناطق فض نزاع، وتحديدا تواجد الميليشيات الإيرانية المتمثلة في حزب الله في هذه المنطقة. نعم بالتأكيد، خلال الفترة الماضية كان هناك تواجد لقوات تتبع لحزب الله اللبناني، وأيضا هناك حزب الله السوري الذي يتكون من 7000 فرد ينتمون لحزب الله اللبناني ويتواجدون على محاور القتال في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشرقي. لو بدأنا بريف حلب الغربي حيث يتواجد، هناك كانت قاعدة عسكرية أو قاعدة عمليات تتواجد في منطقة الشيخ عقيل تديرها قوات إيرانية على أطراف نبل والزهراء. هذه القاعدة تمتد حقيقة نقاط سيطرتها من منطقة منغ في ريف حلب الشمالي ووصولا حتى منطقة سراقب في ريف إدلب الشرقي. عبر هذا المحور بالتحديد كانت تدار عمليات القتال، أيضا تدار عمليات توزيع المحاور من قبل القوات الموجودة في المنطقة، وأيضا كان لهم حقيقة دور كبير خلال الفترات الماضية خلال العمليات العسكرية التي جرت عام 2020 في السيطرة على المنطقة. وبالتالي كانت تتواجد القوات في هذه المحاور، قوات حزب الله اللبناني، ايضا مجموعات شيعيه عراقيه كانت تتواجد في هذه المنطقه ايضا بوصفها حاميه لنبل الزهراء من جهه، وحاميه ايضا لمنطقه حلب، ولقواعد عسكريه ايرانيه تتواجد في ريف حلب الجنوبي بشكل اساسي. طيب ابراهيم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل، ربما قد تعود الينا لاحقا من اجل يعني استكمال كل هذه المعلومات. كنت معنا مباشره من دارة عزه مراسلنا ابراهيم الخطيب، شكرا لك.